جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح ويقول: ماذا أفعل لأكسب صلاة الفجر، علما بأنني في بعض الأيام لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس، وبعض الأيام أصليها في وقتها، ومن ثم أبدأ بقراءة القرآن حتى طلوع الشمس. يقول: حدثوني كيف أكسب صلاة الفجر، علما بأنني في بعض الأيام لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس، والبعض الآخر أصليها في وقتها، ومن ثم أبدأ بقراءة القرآن حتى طلوع الشمس. الواجب صلاة الفجر وصلاة بقية الفرائض في أوقاتها، صلاة الفجر في وقتها، وكذلك بقية الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات، فإن أخرها من غير عذر فإنه يأثم بذلك إثما عظيما أو لا تصح منه صلاته، فالواجب الحذر من ذلك. وأما إذا صلى الصلاة في وقتها وجلس بعدها يتلو القرآن أو يذكر الله فهذا زيادة خير وعمل طيب وعمل متواصل. وأما أنه بعض الأحيان يؤخر صلاة الفجر عن وقتها فهذا لا يكفره عنه كونه يجلس لذكر الله بعد صلاة الفجر إذا صلاها في وقتها، بل يكفره التوبة إلى الله عز وجل المحافظة على الصلاة في وقتها. نعم.